قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل. التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله. عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدمام لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ. الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكاملة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد. المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفر مغابرهم. مما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إيه يا أخي؟ خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو تبانجا الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب. أعزائي المستمعين، ما زلنا في تواصل في حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة، ومعنا خلال هذا اللقاء كل من الأستاذ أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم من ولاية جنوب دارفور، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان المقاومة بمحلية القاش بولاية كسلة. أهلا ومرحب بكم جميعا في راديو تبنجا. في البداية أعزائي المستمعين، حنبدأ حلقتنا مع أسعد الطاهر. أهلا بك في راديو تبنجا. شكرا جزيلا السيد أمين، وشكرا لراديو دبنجا لإتاحتهم للفرصة للشباب على الأقل الإدلاء بآرائهم في حول ما يدور في البلد ومستقبل الحياة العامة في البلد. أنا بفتكر إنه الشباب في السودان هم عماد كل الثورات شهد السودان من فترة حتى ما قبل الاستغلال، إذا ما مشينا في اتجاه إنه الحرب في السودان بدت حتى قبل استغلال السودان. حتى في التاريخ البعيد المشاركة الفاعلة للشباب هي اللي بتعمل الدور الحاسم في التغييرات، لكن نتائج دائما لكل التغييرات اللي حصلت أو التغيرات اللي حصلت بفعل مشاركة الشباب في الحياة العامة في السودان، النتائج بتكون خصما على الشريحة دي تحديدا، وهي الشريحة اللي في تقديري الشخصي هي اللي ممكن تبني البلد مش غيرها. الكلام ده ما أخذ حق على الشرائح الأخرى، المرأة، الناس اللي دائما بيمدوا الآخرين بالإكسبيرينس بتجاربهم بكده من القيادات التاريخية لكل أشكال الحراك في الحياة العامة السياسية، لكن الحقيقة أنه الشباب كان بيقوموا بدور كبير في أي تغيير، لكن النتائج بتكون في الوضع الحالي تحديدا عقب ثورة ديسمبر الماضي يتناقشوا اثنين في الدور الأساسي والرئيسي والعامل الحاسم في عملية تغيير النظام في السودان، ما في اثنين بيتغالطوا في انه الشباب هم اللي قدموا الدور الرئيسي، ابتداء من اللجان بتاعت الأحياء، المظاهرات اللي كانت بتقوم، كل هذا العمل الضخم، وصول الاعتصام القيادة اللي أطاح الدكتاتور، وحتى
الفترة بتاعت التفاوض مع المجلس العسكري كان فيها كل ما تصطدم قوى الحرية والتغيير بعقبة، كان السند الرئيسي بيكون هو الشارع، والشارع عماده الشباب بالنسبة اللي تأشرت لها بنسبة 60% من الشعب السوداني، ودي دولة شابة. والسؤال الأهم من كده إنه ليه الدولة الشابة دي في التصنيف العالمي، إنه الدولة اللي بيكون عدد الشباب فيها نسبة أكبر من الأطفال أو الشيوخ وكده، هي دي الدولة الفتية أو الدولة الشابة، دي الدولة المرشحة للنهوض anyway. ما في أي ثقة غير إنه الدولة دي مفروض تنهض. عدم نهوضنا على مدى السنوات دي كلها بيرجع لإنه الشباب ما قاعدين يشاركوا بشكل، ما قاعد تتاح الفرص لهم للمشاركة بشكل فاعل في إدارة الدولة. في ميزات كثيرة للشباب بتخليهم إنه هم يبقوا الأحق بالمشاركة، مش والكلام ده لمصلحة تطور البلد. الشباب عندهم طاقات زايدة خرافية، إن لم توجه في الصح تتوجه في الخطأ. الشباب عندهم قدرة بتاع التحمل غير عادية، ما بتوجد في كبار السن، ما بتوجد في الفئات الأخرى. فبالتالي الدور بتاع الشباب في الوقت الراهن إجابة عليه سؤالك، مشاركتهم في كل إدارة دولاب الحياة في البلد ضعيف، ويجب أنه يكون في مساحة لأنه الشباب يكونوا مشاركين. الكلام ده أنا في تقديري برضو برجع لطبيعة تكوين النخبوي، لأنه إذا أشرت لأنه الحوارات ودارين تنقله أو تنقله للشارع ليغيم يعني، أو الجمهور ليغيم مدى مشاركة الشباب في الحياة السياسية. الحياة السياسية المشاركة فيها مرتبطة بمنظومات سياسية موجودة عندنا. المنظومات السياسية دي في لحد بعيد في عجز في إنها تواكب طموحات الشباب. في ذات الوقت قيادات التاريخية بالنسبة للمنظومات دي يا أخي بيعملوا على المحافظة بشكل مستميت على الامتيازات التاريخية اللي بتخليهم يكونوا في مواقع القرار، اتخاذ القرار، وعدم إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في يعني إدارة دولاب الحياة العامة. نعم، يعني هذه سياسة، يعني سياسة مقصودة من قبل الليدر سواء القيادات في الأحزاب المختلفة، يعني ما نتاج لعدم فهم واقع الشباب ومتطلباته. الحاجتين ما مفصولات من بعض. عدم أسباب اثنين هم عدم قدرة المنظومات دي ذاتها. ما هي المنظومات لما تبقى عندها المقدرة على استيعاب الطموحات وآمال وتطلعات الشباب، بالضرورة إنه المنظومات دي بتكون هي في قيادتها في مساحة للشباب اللي بيقدروا بيفكروا بنفس الطريقة اللي بيفكروا بها الشباب الموجودين في الشارع بشكل عام أو في البلد بشكل عام، حتى إنه يكون في قدرة على استيعاب رؤاهم، بالضرورة يكونوا موجودين. يبقى هم ما في فرص كافية لهم في قيادة المنظومات أو المشروعات السياسية الموجودة الآن، ما في فرص للشباب فيها. هذا يعني إنه ما في قدرة للأحزاب دي إنها تستوعب طموحات الشباب دي، لأنه دايرة تستوعب طموح وأمال وتطلعات الشباب، بالضرورة إنه نفس الشباب هم يكونوا في المشروع ده عشان يقدروا يفكروا بشكل بيستوعب طموحاتهم أو في مستقبل بيستوعب تطلعاتهم. نعم. يعني الواقع الماس اللي قدامنا اليوم، الواقع السياسي أو الواقع بشكل عام في السودان، كان بيكون مختلف إذا كان الشباب لقوا حظهم الكافي من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كان الواقع بيكون مختلف من الواقع الآن؟ طبعا هيكون مختلف، ولكن ما ننسى إنه السودان اتحكم لفترة 30 سنة من قبل منظومة عملت بشكل منظم. لاحظ هم ما عملوا يعني ما مسألة جات صدفة، هم عملوا بشكل منظم على قمع
وعلى إسكات وعلى قتل الآمال والتطلعات والطموحات داخل الشباب حتى إنهم يتمكنوا من إنهم يديروا البلد دي كما يشاؤون. يعني ده عنده تأثير الكبير على الدور اللي ممكن يلعبوه الشباب في الفترة الآن بعد سقوط النظام. ده بيكون إضافة لما سبق قلناه إنه حتى المنظومات السياسية أو المشروعات السياسية الموجودة ما عندها المقدرة على استيعاب طموحات الشباب. جاء النظام الدكتاتوري النظام البائد وعمل بشكل منظم على قتل أحلام الشباب، قتل قمعهم لآخره. ده اللي خلى إنه البلد تكون بشكل مستمر تدخل رقعات جغرافية كبيرة جدا في دائرة الحروب. لكن بالطبع كل ما يكون في أزمات بالضرورة هنالك فرص يجب إنه الناس تتارجت الفرص دي. ومن الفرص اللي أنا بفتكر إنها عظيمة في الفترة الفاتت دي هي الفرصة بتاعت ثورة ديسمبر دي وما زالت متاحة. نحن بصدد إنه الشباب they have to take over، هم عليهم إنه يتحملوا المسؤولية. نخلق جاب، الجاب اللي بقصده إنه نخلق مرحلة جديدة من مراحل التاريخ في السودان. التاريخ بيصنعوه الأجيال، ما بتصنع ساعد أجيالنا دي بالضرورة إنها تصنع مرحلة جديدة من التاريخ. المرحلة بتاعتنا من الاستغلال لحد الثورة بتاع ديسمبر دي نحن عايشين في دوامة، ما كان في دور واضح للشباب. عندنا مشروعات سياسية غير قادرة على استيعاب الطموحات والأحلام بتاعت الشباب في كل مرحلة من مراحل الحياة العامة في البلد أو في كل مرحلة من مراحل التاريخ. ودائما خاشين في دوامات، الناس تعمل ثورة أو تعمل انتفاضة، تجي حكومة انتقالية ضعيفة، يجوا العسكر بانقلاب، نعمل انتفاضة، يجوا تجي الأحزاب تعمل فترة انتقالية ضعيفة، يجوا الأحزاب وهكذا. المرة دي بالضرورة إنه يكون في حقبتين من التاريخ. نعتبر إنه التاريخ من 56 لحد 2019 دي مرحلة من تاريخ السودان القديم. تاريخ السودان الحديث يجب أن يبدأ من ديسمبر 2019، وده ما بيبقى إلا ببناء مشروعات سياسية جديدة. المشروعات السياسية الجديدة دي يجب إنه يقوم على أساس الشباب. وده بيتم كيف يعني إذا في ظل إنه لسه الأحزاب يعني متمسكة إنها تكون في صدة اللي هو الإدارات وكده، فكيف إنهم بيقدروا بيخلقوا الواقع الجديد الشباب بحصول تفاهم وتفاكر بين الأجيال؟ مثلا نحن بنقول الأجيال السابقة لها الحاجة دي بيكون زي ما أنت ذكرت إنه يكون جاب فاصل نهائي. الأخ أمين، لا دعنا نكون أكثر صراحة وخلينا نتواصل مع الجماهير بشكل مباشر وبأكثر شفافية أو بطريقة أكثر شفافية. واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا خلال ثورة ديسمبر، ودي ملاحظة أنا رصدتها لأكثر من، والحالة دي موجودة ومستشرية بشكل كبير، هي رفض حالات بتاعت رفض عام للمنظومات السياسية في السودان. الصوت ده بقى عالي جدا في خلال ثورة ديسمبر وسط الشرائح بتاعت الشباب. اثنين، واحدة من النقاط الأساسية كوادر المشروعات السياسية القديمة دي أعداد مهولة منها خلال الفترة الأخيرة من حكم الإنغاز، وللدور الضعيف اللي كان قاعد تلعب القوى السياسية. لاحظ ثورة ديسمبر لم يلتف الشباب حول الأحزاب، بل التفوا حول تجمع المهنيين. تجمع المهنيين ده كان الشكل بتاع النقابات الموازي للنقابات دي مؤشر من المؤشرات اللي بتوري انه يا اخي
وي ار نوت ذير، نحن ما موجودين هناك في المشروعات دي، نحن ما موجودين. سو الحاجه دي كلها الناس اللي اتخذوا مواقف واعداد مهوله من منظوماتهم السياسيه اللي بتنتمي للمشروعات السياسيه القديمه دي اعدادهم كبيره جدا وموجودين، وجزء كبير منهم فاعلين في اجيال جديده من الشباب، حتى الاجيال الورانا والورا الورانا الان هم موجودين في الساحه في رجال المقاومه بيشاركوا في العمل العام او في الحياه العامه وكده. لكن العمل السياسي بشكل عام واحده من الحاجات المهمه يجب على الفئه دي من الشباب انها تفرق ما بين العمل السياسي والمشروعات السياسيه القديمه اللي ما قدرت تقدم لنا دوله. ما في دوله في الدنيا بتدار without احزاب سياسيه، ما في دوله يمكن تدار بدون احزاب سياسيه. لكن المشروعات السياسيه القديمه دي اثنين، يا تكون عندها المقدره انها تستوعب طموحات الشباب دي حتى انه يكونوا جزء منها، وده ما بيبقى الا بمشاركه فعلة من الشباب دي في المنظومات او المشروعات السياسيه. يا اما يحفروا مغابرهم، ما في حاجه ثانيه بتدعم، لانه الحراك الموجود ما بعد ثوره ديسمبر ده قادر على انتاج مشروعات سياسيه جديده. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود مره ثانيه. أهلا بكم مجددا، شكرا لك سعادة الطاهر. ومنها ننتقل إلى فكي محمد فكي. أهلا بك السيد فكي. زي ما شفنا أنه الشباب كان لهم دور فعال في ثورة ديسمبر المجيدة، يعني وجهة نظرك شنو كشاب في مشاركة الشباب في السلطة في البلاد، يعني وخاصة في الحكومة الانتقالية الحالية؟ والله طبعا زي ما قلت الشريحة بتاعت الشباب حاليا ذات في إفريقيا وفي السودان هي بتمثل أكثر من 60 فما فوق يعني للمجتمع، فهي بالتالي هي الشريحة المؤثرة أكثر. فزي ما قلت الثورة السودانية هي كانت ثورة بتاع الشباب وثورة بتاع وعي قاموا بها الشباب، يعني الأغلبية كانوا شباب وفي مشاركة من المجتمع الثاني، لكن شو سواء كان في الجانب النسبي سواء كان في الجانب بتاع الشباب يعني كلهم كانوا هم الركيزة الأساسية بتاع الثورة السودانية لما سقطوا النظام. فبالتالي مفترض هم ما دام هم كانوا غيروا النظام، هم كان لهم رؤيتهم، وهم كان بجد يعني القيادة كانت بتمثل برلمان كان شعبي للدولة السودانية، بالتالي سيكون كان ممثلين بصورة أكبر. أنا شايف إنه حاليا في الحكومة السودانية الحالية دي النسبة بتاعت الشباب بسيطة شديد، حتى على مستوى مجلس الوزراء، على مستوى المجلس التشريعي، ما أعرف في المجلس التشريعي حتكون كيف، لكن حاليا يعني أنا شايف الصورة ما مرضية بالنسبة لمعظم الشباب. يعني نحن شاركنا الثورة وعملنا وصدقت النظام وعملنا وعملنا، في النهاية الشباب بيقوا شنو؟ رجعوا إلا لمتاريسهم عشان يلدوا إلا يعني نحن نفس السياسات اللي كنا نمارسها مع النظام الفات يعني إلا تاني نمارسها مع النظام ده. يعني ما في، أنا شايف إنه ما في تمثيل كده للشباب بصورة كده كويسة، يعني بالصورة أو بالدور اللي قاموا به مفترض يكون بتمثيل أكبر، ما عشان ما تعيش سلطة لكن بل هم حاليا بيمثلوا الشريحة الأكبر، بيمثلوا الشريحة الأوعى حاليا اللي هي ممكن تخدم البلد والبلد بشبابها. يعني هسيل على حسب التقييم الشباب بيشوفوا انه الواقع اليوم ما مرضي لهم بحكم التضحيات، وبالإضافة إلى هم اللي لهم دور كبير أو اللي لهم نسبة أكبر في المجتمع ذاته. لماذا أقول لك أنا أتكلم بكل اسم الشباب، لكن أنا شايف معظم الشباب بيقولوا كده، وده رأينا ذاته كشاب والواقع ذاته واضح قدامنا إنه نسبة الشباب بصورة بسيطة بصورة ما عادية في التمثيل في الحكومة، وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتقد الدماء بتاعت الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. يعني التمثيل ذاته يعني مثلا على مستوى الوزارات والمؤسسات اللي اتعملت الموجودة الآن نسبة قليلة من الشباب، يعني
جليلة بصورة ضعيفة ذاتها، ما يعني ضعيفة شديد. طيب من خلال يعني تواصلكم ومن خلال اللقاءات اللي بتتم بينكم وبين الجهات الحكومية المنوطة بالشباب، بمشاكل الشباب زي مثلا وزارة الشباب والرياضة وكده، اتلمستوا منه الناس دي اللي عندهم برنامج موضوع عليكم مثلا ممكن يشكل حلول لقدام انه يلبي طموحات الشباب ويمكنهم منهم يشاركوا بطريقة فعالة في السلطة سواء كان على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ والله يا اخي طبعا انا ارى انه معظم الحاجات اللي قاعد تتم، سواء كان القضايا سواء كان تمثيل الشباب، هي بقت عباره عن اغاوي. نحن نمثلكم والشباب هم الوعي، والشباب هم كده يعني عباره عن خطاب اكثر من ما هو شنو عملي. انا يمكن او معظم الشباب تواصل كده يعني مع اللي ناي كده، ما في هم التواصل اكثر حاجه شباب مع بعض، مع اجسام اللي هي بتمثل اكثر شيء لجان مقاومه والحاجات دي. يعني هي بقت عبارة عن تواصل فيما بيناتهم هم أكثر التواصل مع الحكومة. كل مرة تحصل حاجة موكب أو هنا كم مرة سلموا مذكرات لحمادوك لغيره الشباب، يعني التمثيل والشباب هم الدور الواعي، والشباب وكده يطلعوا يقولوا زي ده، لكن تمثيل كده وإن هم عندنا برامج، بيقولوا هم عندنا برامج عندنا هنا وعندنا إن شاء الله وحننفذ لكم كده، لكن حاجه على ارض الواقع ما في. يعني لو كل مره لما تجي حاجه جديده، تكوين جديد على مستوى المحليات على مستوى العنايه وكده، يجيبوا ناس غير، ممكن مرات بيكون ذاته حتى كل مرة تحصل، يعني هو خطأ، وكل مرة الناس تحتاج لمواكب عشان تصحح الخطأ اللي وقعت فيه الحكومة. مثلا زي التمثيل مثلا، بتخلي شاب ممكن بيجيبوا ذو ذاته عنده علاقة بالنظام الفاسد عادي، تحصل حاجات، وما يكون شاب ما يكون عنده علاقة بالثورة وكده، فتحصل ثاني اشتباكات ما بين الشباب وذول ده، وزاد المدن التنفيذيين خاصة في المناطق الهامشية بتاعت السودان. يعني يعني الأفكار المطروحة من قبل الناس الموجودين على مستوى الحزب، يعني ممكن نقول إنه دي أجيال قد يكون شنو يعني في جاب بيناتهم وبين الشباب الآن، يعني الأفكار اللي هم قاعدين يطرحوه ما هي اللي بتلبي الطموحات بتاعت الشباب اليوم. بس تمام، في الجاب الكبير ده هو العمل الشرخي وعدم التفاهم فيما بيناتهم، في ودي يمكن النظام الفردي اللي دور كبير فيها، وبرضه في اغلية بتاعت الاحزاب، يعني ممكن تكون اغلية بتاعت السيطرة، اغلية كده يعني معظم التنظيمات اغليتهم اغلية مركزية، اللي هي اللي خلت ذات انه يكون في جاب ذاتهم بينه وما بين شبابه. طيب في رؤيتكم انتوا كشباب الحل شنو للواقع اللي انتوا شايفينه اليوم، يعني ما قاعد ترضي معظم الشباب؟ انا شايف انه الحل لمعظم الواقع السوداني اللي قاعد ده حاليا، ان انا واحد مثلا لو مسكت لك القضايا وكذا، القضايا الاقتصاديه دي حلول واضحه وجذريه بدون مؤتمرات. يعني هسه انا ما ممكن كل مره اعمل مؤتمر واطلع برؤيه وكذا وهنا، دي ما عباره عن حلول، القاعات ليست حلول بنفس الفهم. السلام انا شايف انه كل الناس اللي قاعدين برا لو ما بقوا جزء من كل وخاطبوا جذور الازمه السودانية بصورة حقيقية، السلام ده كمان حيكون سلام على ورق ساي، وسلام بتاع محافظات فقط يعني مثلا. وبرضو الحاضنة السياسية دي محتاجة بالذات، يعني محتاجة لإعادة هيكلة، وعشان تقدر تتكون حاضنة سياسية قوية تضم معظم الناس وتكون شبابية أكثر، شبابية أكثر، يكون تمثيل فاعل عشان تكون حركات أسرع من هي تكون قاعدة تخاطب بجد يعني القضايا الحقيقية من جذورها أكثر مما تخاطبها بفوق. بعد ذلك يعني عبر المجالس التشريعية ومفترض اللي قدام تسرع في تكوين المجالس التشريعية. يعني أي تأخير للمجالس التشريعية هي حاليا أزمة، يعني البرلمان هو الشعب، بدون برلمان ما في دولة بالنسبة لي. يعني نعم، يعني في رأيكم المعيق الحقيقي للتحول المنشود للشباب شنو؟ عدم وجودهم في صنع القرار، يعني ما موجودين ذاتهم على يعني يقدر ينفذ البرامج. هم ذات محتاجين يكونوا جزء من المشهد بصورة أكبر، يعني يقدر ينفذ مثلا البرامج أو الأطروحات اللي يقدر يقولها دي. يعني مثلا الليلة لو عملت لي مثلا كشباب تابعين لمنطقة أو لمنظمة معينة ورشة، طلعت بمخرج بتاع مذكرة وسلمتها، المذكرة دي قاعدة تتخطى تحت الدرج، ما بتحضر في أي حاجة، لأنه جنوب بيعتبر انه مثلا اكثر شيء مفترض يجي من الحاضنه السياسيه كده. يعني انا محتاج عشان انا اكون في مناطق بتاع صنع القرار اكثر بصوره اكبر. انا شايف ده معوق اكبر، عدم وجوده في محل صنع القرار ذاته.
شكرا للضيفين، كل من أسعد الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم بولاية جنوب دارفور، والسيد فكي محمد فكي القيادي في لجان مقاومة محلية القاش بولاية كسلة. شكرا لكم على مشاركتكم معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.